تابروير الشهر ده بتعمل لنا مفاجأة حلوة قوي، عاملة لنا شنطة للظهر، فرصة انه رمضان جاي فهنحتاج يكون معانا شنطة نطلع بيها على النادي فيها الفطار بتاعنا، للرحلات تبقى حلوة قوي. الشنطة ليها ايدين للظهر بحيث انه اي حد فينا يقدر يشيلها، تقدري تكبريها وتصغريها على حسب عمر الشخص اللي شايلها. الشنطة دي متبطنة من جوه بحيث انها تحافظ على الحرارة، هي يعني مش معمولة حفظ حرارة لفترة طويلة، ولكن هتقعد معاكي الحاجة كويس، لكن هي مجرد انها متبطنة بس. انا حابة اوريكم الشنطة دي الكمية الحاجة اللي هي واخداها. اول حاجة زي ما انتوا شايفين الشكل من جوه، وهنا في سفنج عازل في الشنطة. هنا واخدة معايا مثلا علبة زبدة، واخدة معايا هنا لانش بوكس صغنن، ادي اتنين معايا، علبة كلير ميت اللي هي 750، عندي الكلير ميت الكبيرة زي ما انتوا شايفين، فيها سليم لاين زي الارتفاع عشان برضو تتخيلوا ارتفاع ده، يعني هنا زي ما انتوا شايفين ان انا بقدر احط اللانش بوكس فوق السليم لاين، ممكن تاخد 4 سليم لاين وفوقهم لانش بوكس. وكمان واخده ازازتين ميه 500، فالحجم بتاعها حلو جدا. ليها جيب من هنا كمان لو انتي حابة تحطي مفاتيح او حاجة او فلوس على جنب تقدري تستخدميها، بحيث انا لو مش حابة اشيل شنطة غير الشنطة اللي فيها الحاجة بتاعتي بقدر استخدمها. قطعة حلوة قوي، عايزين نستغل العرض اللي موجود معانا ان شاء الله. اتمنى انه دايما نقدر نحقق لكم كل زي ما بقولوا امنياتكم والحاجات اللي انتوا نفسكوا فيها. قطعة حلوة قوي، استغلوا ان شاء الله العرض الشهر ده معانا.